كانت عندي فرصة في الحقيقة طيبة باش أنه نحضر في المعهد ديال التكوين باش نلتقي بالطالبات والطلبة ونتناقشوا في واحد العدد من القضايا اللي كتهم مهنة الصحافة والإعلام والتاريخ، خاصة ديال هاد السنوات الأخيرة، الإشكالات اللي كانت مطروحة واللي مازال مطروحة إلى حد الآن. طبعا كانت جولة على أولا المسار المهني ديالي، بالإضافة إلى الإشكالات اللي الآن نحن نناقشها في المجتمع المغربي، أما هو ملف الأخلاقيات، لأن العمل الصحفي ما يمكن له يكون إلا مرتبط بالقيم ديال الصحافة والمعايير ديالها واللي كتلخص في قواعد العمل الصحفي، ولكن أيضا في الأخلاقيات. إذا كانوا الصحفيات والصحفيين غادي يخرجوا باش يشتغلوا في واحد القطاع الإعلام، وخاصة لما غادي يصوروا ولما غادي يعملوا مونتاج ولما غادي يكتبوا ولما غادي يعملوا مباشر إلى آخره، أكيد غادي يصادفوا الإشكاليات ديال الأخلاقيات، خص يعرفوها، خص يكونوا تقنين ويعرفوا كيفاش يعالجوها. وأعتقد بأنه النقاش اللي كان مفيد جدا على هذا المستوى، بالإضافة أيضا إلى القضايا الأخرى ذات الطابع القانوني، لأنه طالبات وطلبات سألوا على ما هي الإصلاحات القانونية، ما هي المسؤولية ديال المقاولة الصحفية، كيف يمكن يتطور الآن القانون في ضوء ما يحصل من تطورات خاصة في الذكاء الاصطناعي. فكانت أسئلة مهمة جدا، وكانت قضايا اللي هي آنية ومطروحة في المجتمع. وأعتقد بأنه هذا التقليد هذا ديال أنه تفتح النقاشات العامة في المعاهد ديال التكوين، أظن أنه مفيد جدا، خصو يزيد يتطور أكثر، وأشكر أن المعهد اللي تاح لي هذه الفرصة. عبد الرزاق الجامعي، طالب معهد سنة أولى صحافة وإعلام معهد أضامي، اليوم شرفنا الأستاذ يونس مجاهد، استفدنا من الخبرة ديالو في النضال وفي العمل الصحفي، تعرفنا على أخلاقية المهنة، تعرفنا على الضوابط اللي تستعملها النقابة في إعطاء وسلب البطاقة المهنية من أجل مزاولة المهنة كصحفي، واستفدنا بزاف، سولناه، جاوبنا على الأسئلة ديالنا اللي كانوا عندنا منهم تساؤلات، وجميع الزملاء ديالي في المعهد كانوا فرحانين بهذا اللقاء وبهذه الندوة هذه، وتنتمناو إن شاء الله تكون متكررة والاستفادة من الأستاذ تكون عامة إن شاء الله. السلام عليكم، معكم أيوب جمال، كان طالب في معهد أضامي السنة الأولى في تخصص السمع البصري. اليوم كان عندنا واحد اللقاء اللي شيق مع السيد يونس مجاهد، كان صراحه واحد النقاش اللي هو شيق مع الاصدقاء ديالي اللي كيقراو الصحافه والاذاعه والتلفازه، استطرحوا بعض الاسئله اللي كان في السياق داك في سياق الصحافه، واللي كانت فيها تجاوب كبير من طرف السيد يونس مجاهد. صراحة نسى التجربة اللي هي واحد التجربة اللي هي زوينة اللي فاتت نحن كاملين، وكنشكروا معهد أضامي لهذا هذا اللقاء هذا اللي كان اليوم، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، معكم هبة الكيحل، طالبة في السنة الأولى في معهد أضامين شعبة الصحافة والإعلام. اليوم زارنا الأستاذ يونس مجاهد، اليوم كنا فرحانين بزاف حيت فادنا في المهنة ديالنا، عطانا بزاف ديال المعلومات اللي غادي يفيدونا، سولناه وجاوبنا، عطانا بزاف كيف قلت لكم ديال المعلومات، عرفنا على الأخلاقيات ديال المهنة وكيفاش نكونوا صحفيين دو وزن وقيمة، وكيفاش تكون منافسة شريفة. وشكرا ليه، شكرا لمعهد أضامين حيت عرفنا عليه، وشكرا لكم. السلام عليكم، معكم حسن الكرويجي، طالب في معهد أضامين في الشعبة ديال الإعلام والاتصال. اليوم احنا جد سعيدين باستقبال ديال سيونس مجاهد اللي شارك معنا التجربة ديالو طويلة في الدومين ديال الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى أنه جاوبنا على الأسئلة ديالنا بصدر رحب، فاحنا سعيدين جدا كوننا الدفعة الأولى السنة الأولى ديالنا في المعهد، وأول مرة صراحة غادي نحضروا بحال هاد اللقاءات، فشرف لي صراحة أنا نتلاقى مع سيونس مجاهد، ونتمنى تعود إن شاء الله، وكنبغي نشكره ونشكر الأوتور اللي جاو معاه، ونشكر معهد أضامين على هاد الفرصة اللي عطانا أننا نتلاقاو مع سي مجاهد، وشكرا لكم حشنتوما.